السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد المساله خطيره جدا، وهي مساله علاش ما خاصكش تونجستري لي مود باس ديالك في المتصفح. هذا الخطا ترتكبه عدد كبير من الناس، انهم كي اونجستريو لي مود باس ديالهم في المتصفحات، وبالتالي فكاينين ادوات على الانترنت اللي تيمكن او تتمكن الشخص من انه يخترق هذا لي مود باس وياخذهم بالايميلات ديالهم، بلي سيت فاش كتكونيكطا في كل شيء. هاد الناس دابا المشكل هو انهم ملي كتهضر معاهم تيقول لك لا جوجل كروم راه ملي تيونجستري هاد لي مود باس تيكونوا شيفخي وما يمكنش شي واحد يهزهم. لا راك غلط، انا غنوريكم هي اداه من الادوات اللي هي موجوده على الانترنت، ماشي شي حاجه واعره، وتتقدر انها تاخذ لي هاد لي مود باس اللي انت اونجستريتي في المتصفح ديالك، وبالتالي فهذا كيشكل واحد الخطر كبير على الخصوصيه ديالك. لهذا الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش اونجستريو المود باس ديالكم في المتصفحات، لانها راه كتضرب الخصوصيه ديالكم، ممكن اي واحد يسرق لكم هذا المود باس. غنشوفوا الاداه بطبيعه الحال باش تشوفوا الخطوره كيف دايره. هانتوما اخوتي، هذه اداه من الادوات، المهم انا كنتيستي هذا بيست، هذا واحد البيست تنتيستي به. هانتوما كي تشوفوا هادو، هذا جوجل كروم شتيه، ها الموقع، ها الايميل باش دخلت، ها المود باس، وفعلا هادو هما المود باس. هادشي كله في ثواني معدودة، تنقول لك يا صديقي ثواني معدودة. ردوا البال الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تونجستريو لي مود باس ديالكم في المتصفح.